هذا شنو ما شاء الله الخاتم هذا. يا سلام. بس خلي اشوف يجي والله باع الخاتم. حلو. هذا هديه مو لو انت لا انا اشتريته. والله ذوق جميل لانه هاي الخرده الخضراء كلش مبهره احبها. يلا اذا خلوا نروح الى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول اذكر شيء قد تجده على مكتب المحاسبين. يمش الحاسبه الالكترونيه. الحاسبه 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 دك دك دك. نعم موجوده وهي افضل ثاني احتمال. شنو افضل احتمال تاخذه؟ ورقه او سجلات. سجلات. خلينا نشوف السجلات. السجلات موجوده ولكنها اقل احتمالا. اذا تفضلي شكاله وتفضلي سج ميربت وخلينا نشوف يوسف الختم. شو تقول ها؟ الختم. الختم ختم المحاسب. خلينا نشوف الختم. برافو. وفاروق القلم. الأقلام. القلم. أقلام قلم. نعم موجود. أستاذ عمار أيضا اذكر لي شيء قد تجده على مكتب المحاسبين. دفتر وصولات. دفتر وصولات. نعم موجود. وأمير بس مرة أخرى. آلة الصراف أو تحسب فلوس يعني الآلة التي تحسب. الآلة اللي تحسب الأموال. نعم. آلة الحساب الأموال. هذه مال بنوك ما بنوك. خلينا نشوف موجودة. ما موجود. محاسب هذا. مو موظف بالبنك أو يعني ذول اللي يمطون فلوس ويسحبون فلوس. خلينا نشوف. كابسة. الكابسة الورقية مو. نعم. الكابسة. موجودة؟ خطأين وانتو تهيئوا. خلي نشوف الفاروق. باوع اللائحة أفضل. قاصة. ها؟ قاصة. القاصة؟ نعم. الخزنة المالية. خطأ. أنا كنت أتصور تكون موجودة. إذن باقي ثلاث احتمالات. ما هو أحد هذه الاحتمالات؟ سماء اذكري لي شيء قد تجديه على مكتب المحاسبين. طلعت عندنا شو تقولين؟ دفتر. دفتر. سبع. الأموال أو الفلوس. الأموال فلوس. هالة. كمبيوتر. كمبيوتر. ويمك الأستاذ علي أحد الأجوبة أو جواب من حضرتك. قل لي أخذ النقاط أو يرجع الحق لأهله. جهاز كمبيوتر. ها؟ جهاز كمبيوتر. كمبيوتر.